السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيك العافية طلاب الأحباء، طلاب الصف الثاني. اليوم درسنا يتان عن العلاقة بين القسمة والضرب، والتي سنتعلم في هذا الدرس كيف نستعمل العلاقة بين الضرب والقسمة لكتابة حقيقتي الضرب والقسمة المترابطتين. ما العدد المفقود في المسألة؟ لدينا هذا المربع، يوجد عدد مفقود. لنسأل أنفسنا هذا السؤال التالي: ما هو الرقم الذي إذا ضربناه بثلاثة يعطينا اثنان؟ طبعا يجب أن نكون يعطينا ما هو الرقم الذي إذا ضربناه بثلاثة يعطيني 12؟ طبعا يجب أن نكون حفظنا جدول الضرب. أحسنتم، 4، 3 ضرب 4 يساوي 12. ولو عكسنا وحولنا الضرب إلى قسمة، 12 تقسيم كم يساوي 3؟ سنسأل أنفسنا ذات السؤال، وهذا السؤال سيرتبط بجميع عمليات القسمة التي ستمر علينا في هذا الدرس. ما هو الرقم الذي إذا ضربته بالناتج وهو 3 سيعطينا 12؟ هو 4. ممتاز، إذن 12 تقسيم 4 يساوي 3. ممتاز. الحقائق المترابطة هي حقائق الضرب والقسمة التي تستعمل فيها الأعداد نفسها. مثلا في الضرب، لو سألنا أنفسنا ما العدد الكلي للنجوم، العدد الكلي للنجوم كنا سنجده بضرب عدد المجموعات ضرب العدد في كل مجموعة. 2 ضرب 4 يساوي 8، وهو العدد الكلي للنجوم. الآن لو أردنا تحويلها إلى حقيقة القسمة، في القسمة سنسأل عن عدد المجموعات. عدد المجموعات لدينا ستكون العدد الكلي للنجوم تقسيم 4 لعدد الكل للنجوم اللي هي 8، تقسيم 4 اللي هو العدد في كل مجموعة. نسأل أنفسنا ما العدد الذي إذا ضربناه بأربعة يعطينا 8؟ أحسنتم، 2. إذن عدد المجموعات هنا هي 2. جملتا الضرب والقسمة المترابطتان هنا 2 ضرب 4 يساوي 8، وجملة القسمة 8 تقسيم 4 يساوي 2. ممتاز. الآن ننتقل إلى التحدث. كيف أجد حقيقتي الضرب والقسمة المترابطتين؟ لو كان لدينا 3 ضرب 2 يساوي 6. ممتاز، سنأخذ 6 ونضعها في البداية. نقول 6 تقسيم 2 يساوي. الآن سنسأل أنفسنا ما هو الرقم الذي إذا ضربته باثنان يعطينا 6؟ لنتذكر جدول 2، تذكرنا. أحسنتم، إذن 2 ضرب 3 يساوي 6، إذن 6 تقسيم 2 يساوي 3. ممتاز. بطريقة أخرى، لو استخدمنا نفس حقيقة الضرب، 3 ضرب 2 يساوي 6، سنضع 6 في البداية. الآن سنقسمها، تقسم تقسيم، سنضع 3 هنا، 6 تقسيم 3 هنا يساوي. سنفكر بالطريقة الآتية: ما هو الرقم الذي إذا ضربناه بثلاثة أعطانا 6؟ أحسنتم، إنه الاثنان. ممتاز، إذن 6 تقسيم 3 يساوي 2. لن تتمكن عزيزي الطالب بحل مسائل القسمة إلا إذا حفظت جداول الضرب.